مساء الفل. النهاردة يعتبر خلاص آخر محاضرة في الشرح. محاضرة النهاردة بتتكلم على الكواليتي مانجمنت، ودي حتتي الصراحة. بقى أنا أي كلمة كواليتي بتعمل لي كده أتراكشن، جذب كده. فالكواليتي ده مصطلح كده بقينا نسمعه مؤخرا كتير كتير. بقى عندنا في المستشفى فيه كواليتي، بقينا نروح نشتري عصير من البقاله اللي هم بيتكلموا على الكواليتي بتاعه، وعلبه اللبن يتكلموا على الكواليتي بتاعتها. فبما اننا بنشتغل في الاي في، فاكيد هنتكلم على الكواليتي مانجمنت الخاصه بالاي في. ف يعني لو سالتكم كده من وجهه نظركم، هو ايه علاقه الكواليتي بشغل الاي في؟ حد يعرف يقول اي حاجه؟ يعني ايه علاقه الكواليتي بالاي في؟ هل يا ترى انا مضطر اطبق عندي كواليتي؟ وايه ممكن هي الكواليتي اللي هطبقها عندي؟ وليه؟ وازاي؟ تمام. حد عنده اي حاجه تانية؟ تمام. الكواليتي دي عندها تعريف كده انا بحبه، انا بحبه قوي. يعني بيقول لك كواليتي يعني ايه؟ كواليتي تو دو ذا رايت ثينج رايت فروم ذا فيرست تايم، يعني انك تعمل الحاجه الصح صح ومن اول مره. فهل يا ترى الكونسبت ده عندنا في الاي في مهم؟ ده مهم جدا. اصل انا اصلا التحضيرات اللي انا بعملها دي، ما انا لو ما عملتهاش صح خلاص معناها ان انا خلاص حضرت تحضيره غلط، هتوصل للبيشنت فالبيشنت هياخد دواء غلط، فخلاص كاني ما عملتش اي حاجه. فانا لو هم اخترعوا اصلا تعريف الكواليتي ده، فهم اخترعوه اصلا عشان شغل الاي في، الشغل اللي المفروض ما يكونش فيه غلطه، الشغل اللي لما ادي لك اوردر واقول لك ادخل حضر لي ستيرايل بريباريشن بوتاسيوم كلورايد 20 مللي ايكويفالنت في 500 مللي نورمال سلاين، ما يحتملش، ما فيش اي احتمال تاني، ما عنديش اوبشنز. انا هحضر التحضيره ستيرايل وبوتاسيوم كلورايد و20 مللي ايكويفالنت وفي 500 مللي نورمال سلاين، انا ما عنديش اي اوبشن تاني. فهو ترم الكواليتي ده اساسا اتعمل عشان خاطر شغل الاي في، تمام. فاحنا عندنا كواليتي مانجمنت في الاي في، ده احنا عندنا اول كواليتي في الاي في، تمام. فمحاضره النهارده ظريفه، انا بحبها، وعايزه اقول لكم يعني المفاجاه بتاعتها انها اصلا كمان تعتبر مراجعه نقط كتير اتكلمنا عنها قبل كده. يعني هتلاقونا بنعيد كلام قلناه، بس دي حتته اللي لازم تتذكر فيه ولازم تبقوا فاهمينها، عشان في الامتحان لما يربط لك الكواليتي ويربط لك البيشن سيفتي بالتوبكس اللي احنا هنتكلم عنها، تبقى فاهم، تبقى فاهم ايه العلاقه ما بينهم، وليه الحاجات اللي احنا طلبناها زمان كانت مهمه. هنعرف النهارده بقى فعلا ايه اهميتها. طبعا دي الكي ابريفيشن زي ما احنا متعودين، يعني مش حاجات كتيره مختلفه، بس برضو زي ما متفقين تبقوا فاميليار بيها. لو حاجات متعاده او اختصارات معينه فبس شوفوها. بيكلمنا بقى، بياخدنا في جيرني كده. اللي فاتح المايك ممكن يقفله بس معلش. بياخدنا بقى في رحله كده، وبيقول لك ايه، هنتكلم على الكواليتي مانجمنت في الاي في. يعني لو جينا نبدا بابسط حاجه كده، كواليتي حاجه بنطبقها في الاي في، هل يا ترى اي ستاف جديد جاي عندي الصيدليه، انا لسه عيننا عندنا باتش جديد 3 صيادله فريش جراديويتد خلاص اتعينوا في الصيدليه عندي النهارده، هل يا ترى اقدر اخد الناس دي كده خلاص يا دوب عملوا الاورينتيشن في الاتش ار والاتش ار بعتوهم لي، هاخدهم وهدخل بيهم على الاي في روم عشان يحضروا، هل يا ترى الكلام ده اكسبتد؟ لا طبعا الكلام ده ما ينفعش. انا عندي تريننج بروجرام لازم امشي عليه. الناس في الصيدليه في المين فارماسي بره، سواء في الاوت بيشنت، انت ممكن تجيب الصيدليه تقعده على الكاونتر جنب صيدلي في الاوت بيشنت يقعد يتعلم زيه ويجرب يعمل خطوه على السيستم، مفيش مشكله. تاخده وتقعده في الانفيشن فارماسي جنب صيدلي قاعد بيعمل ابروبريتنس ريفيو للبريسكريبشنز وتعلمه خطوات السيستم، مفيش مشكله. لكن استحاله هتاخد الفارماسيست ده من ايده وتدخل بيه في الاي في روم وتقعده جنب واحد بيحضر وتقول له يلا شوفوا بيعمل ايه وكرر الخطوه وراه. لا لا، احنا عندنا تريننج بروجرام وليه خطوات وليه سيكونس وليه ديوريشن وليه اسسمنت وليه كومبتنسي لازم الترينر التريني يعدي بيها علشان اقدر اقول ان الستاف ده كواليفايد انف
عشان اقدر اامنه بقى على انه يحضر تحضير اي في، اامنه على الكواليتي مانجمنت جوه الاي في روم. فاول حاجه مفروض بيعملها السوبرفايزر في الاي في روم او الفارماسي دايركتور او وات ايفر، انه لازم يعمل ديفلوبمنت اوف ا كومبريهنسيف كلين روم تريننج بروجرام. لازم نكرييت او نعمل ديفلوبمنت للبرنامج تدريب يبقى عندنا في الصيدليه معروف وثابت. خلاص اي صيدلي هيجي بعد ما بيخلص الاورينتيشن في المين اريا بره في الانبيشنت والاوت بيشنت ويتعلم كل حاجه، بنبدا بقى ناخده الخطوه اللي بعد كده، يلا بقى نبدا نديك تريننج في الاي في روم. فلازم يبقى عندي برنامج ابقى عارفه انا المفروض هعلمه ايه. انا كنت لسه بحكي لكم، انا بقالي 3 4 ايام من الساعه 7 في المستشفى بدرب النون فارماسيوتيكال ستاف اللي هم النرسات عشان لما يحضروا اي في في الامرجنسي سيتويشنز زي ما اتفقنا. معايا بروجرام، البروجرام ده مفروض انا عملت له ديفلوبمنت وبعتناه واخدنا ابروفال عليه من النيرسينج ديبارتمنت ومن الكواليتي ديبارتمنت، وتاكدنا ان البرنامج فعلا كويس وكمبليت. وبعد ما اتعمل له ابروف خلاص بقى كرييت الكومبتنسي بتاعه النيرسز، وبروح اديهم التريننج على الخطوات اللي انا كاتباها دي عشان ما اوقعش حاجه مني. تمام. فالتريننج بروجرام ديفلوبمنت بيقول some adults learn primarily through visual means observations auditory written or hands on. طبعا احنا دلوقتي لما بتيجي انت تدي تريننج بروجرام اللي هو النيو فارماسيست او النيرسز او whatever، دول بنسميها adult training او adult learn. فالتعليم في الكبار بيبقى مختلف عن الصغيرين شوية. يعني انت نفسك دلوقتي وانا بشرح لكم دلوقتي لما تشوف نفسك بتستقبل مني ازاي وبتفهم ازاي وبتطور نفسك معايا ازاي، غير لما كنت لسه في ابتدائية او في اعدادية او في ثانوية. فالادلت تريننج في الغالب يعني بيبقى عن طريق الفيجوال، يعني بيشوفوا حاجة. يعني لما انا اقف كده واتفرج على الفارماسيست وهو قاعد بيشتغل في الاي في روم واشوفه بيعمل ازاي الانتي كورنج تكنيك بتعلم. تمام. الاوبزرفيشن برضو بنفس الطريقه، بفضل اراقبه واشوف هو بيعمل ايه وبيغسل ايده ازاي و... تمام. والاوديتوري ان انا بعمل اوديت عليه عشان يبدا يتعلم، او الريتن بديكوا زي المحاضرات اللي انا بديها لكم دي، او هاندز اون. هاندز اون يعني انا بجرب بايديا، يعني انا ما بقدرش اقرر، انا لازم انا كاي في روم سوبرفايزر لازم اشوف التريني بتاعي وهو بيشتغل بايده، اشوفه بينظف الهود ازاي، بيمسك السيرنج صح زي ما انا قلت له، بيحافظ على الكريتيكال سايتس ولا لا، بيشتغل اي حاجه وبيلخبط الدنيا. تمام. فبيقول لك في برينسيبلز كده على موضوع الادلت تريننج او الادلت ليرنينج، بيقول لك انه 10% of what we see، يعني احنا 10% من تحصيلنا بيجي من اللي احنا بنشوفه. تمام. ومن 30-40% of what we see and hear، يعني من اللي بنشوفه ومن اللي بنسمعه. 90% of what we see hear and do. لما انت بتسمع بتشوفتني انا شغالة ازاي، وسمعت الشرح شرحت لك انا بعمل ايه، وبعدين جربت تعمل ده بنفسه، انت بتحصل بنسبة 90%. تمام. يبقى هي دي فكرة الترتيبة بتاعته. What's in it for me, patient safety and expert, frequent and timely feedback. Many pharmacy students, new grads and the new pharmacy technician program grades receive limited exposure to compounding. طبعا ده العادي احنا في الكليات، يعني اصلا انا كجهاد انا عمري ما خدت في الكليه اصلا اي في ولا هوسبيتال فارماسي، انا ما اعرفش انتوا زيي ولا ايه. احنا الناس اللي اتعلمنا زمان فاحنا كنا بندرس كيمياء وبندرس صيدلانيات وبندرس كوجنوزي وفايتو وفارماكولوجي والحاجات دي، لكن احنا عمر ما فيش حد فينا كجهاد يعني شرح لنا شغل الاي في، يعني ايه كومباوندنج واعمله ازاي وفين وايه موضوع الاي في روم. انا ما اتعلمتش ده غير لما اشتغلت، والحقيقه كل خبره الاي في بتاعتي انا بقدين بيها للمستشفى الحبيب، اول مستشفى انا اشتغلت فيها وتعلمت فيها البيزكس، وفعلا حبيت شغل الاي في هناك، لان شغل الاي في في الحبيب كان تشالنجنج حلو جدا يعني. فمعظم الناس ما شافوش الكومباوندنج، عشان كده بقول لكم مش مسموح لفريش جراديويتد او نيو ستاف انت لسه معينه عندك يجي يشتغل، لازم ياخد التريننج. فبيقول لك experienced pharmacists and technicians may be
A plus, however, may also bring bad habits with them from previous institution. بيقول لك رغم ان انا ممكن اكون كنت شغالة في مستشفى قبل كده في الاي في روم وعندي الخبرة، لكن انا ممكن ما كنتش بطبق صح 100%، اجيب معايا bad habits. تمام؟ زي مثلا انا شفت مثلا حد من التكنيشن او حد من الفارماسيست لما بتيجي تدخل تحضر في الاي في روم ما بتقلعش الدبلة بتاعتها. فانا قلت لها انت ليه ما بتقلعيش الدبلة؟ قالت والله انا كنت شغالة في مستشفى قبل كده معينة وكنت عادي بدخل بيها ومحدش كلمني ولا حد قال لي اي حاجة، اشمعنى هنا انتوا هتخلوني اقلعها؟ فممكن يبقى جاي لك ومعاه باد هابتس او هو مش عارف التكنيك كويس، فانت بتفرض انت المفروض اتعلمت صح، عارف ايه اللي المفروض يتعمل. لا، لازم تقلعي الدبله قبل ما تغسلي ايديكي عشان تبقي متاكده ان ايديك نظيفه. تمام؟ مفيش مشكله على فكره انه فارماسيست جديد يطلب منك ريفرنس. هي كانت شغاله في مكان قبل كده وكان عندها اي في روم سوبرفايزرز وعمرهم ما اتكلموا معاها في حاجه، فعشان ما لا انا بيني وبينك الريفرنس، الريفرنس بتاعنا كذا وبيقول كذا 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 كذا. والناس بتستقبل، يعني انت لما تحاول انك بطريقه كويسه، وانا دايما بحب اكسب الناس على ان انا اثبت ان وجهه نظري صح، بس برضو في الاخر لازم هنمشي صح. فانا مش عايزه اكون الموضوع هو مش تشالنجينج ولا حاجه، ان شاء الله انتوا هتبقوا ناس اي في روم سوبرفايزرز وناس دايركتورز ان شاء الله ربنا يكرمكم. فدايما اقنع الناس، يعني انا ما بتكلمش من دماغي، انا راجل ايفيدنس بيزد، انا راجل ريفرنس، انا عندي ريفرنس بتكلم على اساسه، فهتوروا الناس الريفرنس وده الريفرنس بتاعنا واحنا بنطبق كده خلاص. مفيش ضوافر طويله في الاي في روم، يبقى خلاص حابه تشتغلي في الاي في روم خلاص ده اختيارك، خلاص حابه تشتغلي في الاي في روم معانا او ده خلاص الروتيشن بتاعك وجدولك هيبقى في الاي في روم، لازم هتقصي ضوافرك، لازم هتقصي ضوافرك. مفيش مانيكير مسموح في الاي في روم خلاص، دي قواعد، دي ستاندر لازم تتحط ولازم نطبقها. فبيقول لنا اوفر فيو كده عن البروجرام، انتروداكشن تو واي سكيل از نيسيسري اند ريليفنت بيزك كونسبتس اون ذا سكيل، ديمونستريشن وذاوت كومنت، ليرنر اوبزرف انتاير ريكوايرد سكيل، ديمونستريشن وذ كومنت، فراجمنتيشن اوف سكيل انتو مانجبل بورشنز، فيربلايزيشن، ليرنر توكس ثرو ذا سكيل، practice the learner executes the skill. دي الخطوات، يعني الاول بنعمل زي اوفر فيو على الموضوع، انا بفهمهم انا بعمل ايه وايه البرنامج ده واهميته ايه وليه لازم نتدرب الاول وايه موضوع الاي في روم، بعد كده ببدا اعمل ديمونستريشن من غير شرح، يعني هو الليرن هو بس بيبدا يعمل اوبزرفيشن كده، بعد كده نبدا ندي فرصه ان انا اتكلم، بعد كده بسمرايز او بفيربلايز اللي انا بعمله، بعد كده بنعمل براكتس. فالستاندرد اوبريتنج بروسيدجرز اوقات بتلاقوها اس او بي، تمام؟ فالتريننج اس او بي ديسكرايبز ريكوايرد تريننج فريكوانسي اوف تريننج، طبعا احنا خلاص المفروض ناس شاطره دلوقتي وعارفين المفروض التريننج ده بيتعمل امتى، تمام؟ بروسيس فور ايفالويتنج البرفورمانس، لازم يبقى عندكم اسسمنت فورم علشان تقدر تقيم، يعني انا دلوقتي بعلمهم الهاند هايجين اللي هو بدايه مثلا انه المفروض اللي داخل يشتغل في الاي في روم المفروض ما يحطش اي كوزموتكس، مفيش اي ميك اب، مفيش اي ضوافر طويله، مفيش اي ارتفيشال نيلز، بيقلعوا كل الجولرز بتاعتهم، تغسل ايدها بالصابون 30 ثانيه، بتعمل ايدها بالالكوهول راب، بتتبع السيكونس بتاع اللبس مظبوط، تمام؟ المفروض الحاجات دي كلها بتتفرغ في فورما كومبتنسي خاصه بموضوع مثلا الهاند هايجين والجاربنج مثلا نسميها كده، تمام؟ وانا اقف انا علمتها وابدا بقى وانا بقيمها، تمام؟ عشان اعمل ايفالويشن يبقى بحط بقى مت ونط مت واشوف هي بتعمل ايه او هو بيعمل ايه وابدا اقيم، تمام؟ وبعدين لازم يكون عندي ريميديشن بلان. يعني ايه؟ طبعا احنا عارفين ان انا بعد ما بديهم التريننج في النهايه كنا بنعمل الفينجر تيب برنت او بنعمل اللي هي الميديا فيل تيست، فلازم ابقى عارف لو طلع واحد فيهم فشل في الامتحان، حصل اي فيلير، مفروض انا ازاي ابدا اعمل ريميديشن، ازاي ابدا اقيمه مره تانية علشان اعيد الاختبار له مره تانية وينجح فيه. التريننج equips personnel with the knowledge and skills necessary to perform their assigned task. طبعا احنا عارفين هيبدا يتكلم على اللي هو الفريكوانسي بتاعت التريننج، عندنا في الانيشيال اللي هو الانيشيال كومبتنسي احنا اتكلمنا عنه على فكره قبل كده بالتفصيل، هنعيده تاني مفيش اي مشكله، تمام؟ المفروض بيكون عندنا ديتكتك تريننج،
لتكتيك تريننج فيديوز، بيبقى عندنا فيديوهات كده بنعلمهم للناس انا بشرح لهم عادي مفيش مشكله، بس برضو ما يمنعش ان انا ممكن اجيب لهم فيديو زي ما كنت بجيب لكم كده واشير على الجروب في الواتساب ازاي الناس بتغسل ايديها، ازاي الناس بتعمل جاربنج. لما انت بتشوف الفيديوهات والحاجات دي زي ما الناس كده لما شافت الفيديوهات طلعت لي اخطاء التكنيشن وقعت فيها وقالوا لي ده في خطا كذا وكذا وكذا، تمام. ارتكلز والجايد لاينز سواء بايو سي بي ستيت ريجوليشن وات ايفر ديبارتمنت كومباوندنج بوليسز. طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي في الصيدليه البوليسز الخاصه بيا، مفروض في الاي في روم دي بتبقى عندها سيكتور مهم قوي في موضوع البوليسز والبروسيدجرز. هتلاقونا بنتكلم على اللامينر اير فلو هود والكلين روم، وهتلاقونا بنتكلم على الكليننج، وهتلاقونا بنتكلم على الانفكشن كنترول جواها والتريننج والتيستس اللي بتتعمل جوه علشان نتاكد من ان الستاف بقى كومبتنت خلاص. كل البوليسز دي مفروض بتعرضها على الستاف ومفروض بيقروها ويفهموها ويتناقشوا معاك فيها. ريفيو اوف كور كومبتنسز ريتن تيستينج اون كور كومبتنسز، طبعا مفروض بيتعمل اختبار تحريري كده بالايد بنسالهم فيه على الحاجات زي اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني مثلا في الاختبار بقى بنبدا نسأل بتوسع شوية عن الأسيبتيك تكنيك ويعني ايه انتي كورينج مثلا، النيدلز الفلتر نيدل وانا بسحب من امبيول، او زي المفروض يعني الامتحان اللي بتعمل لهم بيكون شبيه بامتحان البورد بتاعكو كده، بس طبعا مش بيبقى متعمق قوي كده يعني، بس لازم تست. ولا في على فكرة كمان في نوعية من الأسئلة حتى ايفن لو التكنيشن عدى ونجح في كل حاجة، في أسئلة معينة كده ما ينفعش حتى يجاوبها غلط. انتوا عارفين يعني لو لقيناه بيجاوب إجابة غلط على سؤال بديهي زي ان انا مثلا بقول له في الهازاردس ميديكيشن مثلا البريشر جوه البافر روم مفروض يكون ايه، تبقى كارثة ومصيبة سودة ان هو مش عارف انه مفروض يكون نيجاتيف، كارثة ومصيبة انه مش عارف مثلا انه البايو سيفتي كابينت ده عايزه كلاس 5 وعدد البارتكلز جواه كام، او يعني هو ده يونري دايركشنال اير ومفروض عندي حاجة اسمها فيرست اير وكريتيكال سايتس ومفروض يجي مع يعني هو ممكن بالحظ عمل التكنيك صح ونجح في الامتحان بس هو مش عارف حاجة اصلا، فاهمين؟ الفيجوال اوبزرفيشن اون كور كومبتنسز، الهاند هايجين والجاربنج، الكليننج والديسينفكتنج والاسيبتيك تكنيك. ممكن طبعا في سؤال في الامتحان يجي لك يقول لك الفيجوال اوبزرفيشن ممكن تتطبق على ايه، تمام؟ فالهاند هايجين ينفع نطبق عليها فيجوال اوبزرفيشن والجاربنج الكليننج والديسينفكتنج والاسيبتيك تكنيك، انك تبص على الناس وهي بتعمل كل الحاجات دي وتقيمهم بفيجوال اوبزرفيشن. تريننج تشيك ليست فور دوكيومنتيشن اند ساين اوف. بنكمل كلامنا على نفس الموضوع، الهاند هايجين والجاربنج كليننج والديسينفكشن اوف ذا برايمري انجينيرنج كنترول اند سكندري انجينيرنج كنترول، ميجرنج اند ميكسينج، كومباوندنج كالكوليشن اند فارماسيوتيكال ماث، اسيبتيك مانيبيوليشن، بروبر كلين روم بيهافير موفمنت، ميثودز اوف ستيرلايزيشن اند ديبايروجينيشن اف ابليكابل، يوز كاليبريشن كليننج اند مينتيننس اوف اول ريليتد كومباوندنج اكويبمنت، ديكومنتيشن اوف كومباوندنج بروسيس، بروبر يوز اوف برايمري انجينيرنج كنترولز، هيبا فلتر دورين دايركشنال اير فلو، ماتيريالز موفمنت، امباكت اوف بيرسونال اكتيفيتيز اون ذا كلين روم سيف جاردز. كل الحاجات دي لازم ابقى متاكده ان انا الستاف بتاعي اللي انا دربته اورينتد بيها، خد عليها تريننج، فهمها، عارف يعني ايه الكلام ده وايه اهميه كل حاجه من دول. ما ينفعش ابدا يجي هيشغل مثلا الاوتوميتد كومباوندنج ديفايس او ريبيتر بامب او واتيفر ويروح رايح من غير ما يعمل لها كاليبريشن ولا كليننج ولا حاجه، ما هي موجوده جوه الهود بقى يعني خلاص هي نظيفه، ويبدا ويشتغل عليها لا طبعا ده ممكن تتسبب في كوارث. يعني لو ما عملش كاليبريشن وتاكدنا ان الجهاز فعلا مظبوط ولا قدر الله كان الجهاز فيه اي مشكله وبدا وما بيعملش ميجرمنت كويس وعندي طبعا هيطلع فيه فرايتي كبيره، طبعا بنتكلم مثلا في حاجه زي التوتال برينترال نيوتريشن هاي الارت ميديكيشن ممكن المريض يموت. فلازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه جوه وبتعمله ليه، يعني هي دي الفكره. الناس لازم تحس باهميه اللي هم بيعملوه، وانا ده اللي انا بحاول ازرعه في اي حد بيجي ادربه في الاي في الاي في روم، او زي ما عملت معاكم في الكورس كده وانا بقول لكم دي مسؤوليه كبيره، وهي فعلا مسؤوليه كبيره. الناس لازم تقتنع وتصدق بده عشان تبدا تطبق البوليسز او تطبق التريننج صح وتتعلم صح وما تطنش وما تعملش حاجه غلط.
الاوبجكتيف ديمونستريشن اوف بروفيشنسي ميديا فيل تيستينج. طبعا احنا قلنا علشان اتاكد انه خلاص الستاف بتاعي بروفيشنال، الستاف بتاعي خلاص كومبتنت، بنعمل له الميديا فيل تيستينج والانيشال جلوفد فينجر تيب سامبلز. طبعا بتتعمل للايدين بوث هاندز افتر فول هاند هايجين اند غاربنج بروسيجرز. الانيشال تيستينج بيرفورمد وير جلوفز ار دون، يعني الانيشال بتعمل بعد ما بنلبس الجلوفز. At least three separate observation and samples. بنعمل تلاتة، زي ما لو تفتكروا بنجيب تلاتة أجار بليتس لكل إيد، يعني مجموع الإيدين سوا مع بعض بيكونوا ستة أجار بليتس. All samples must show no growth. طبعا دي حاجة مهمة جدا، الانيشيال لازم تطلع زيرو. الديلي دايركت observation of compounding personnel سواء بقى أنت supervisors, pharmacists, take immediate corrective steps if deficiencies are observed. طبعا زي ما قلت لكم كده، لما انا لقيت الفارماسيست او التكنيشن داخله بالدبله بتاعتها بعد ما غسلت ايديها، لا انا وقفتها، مش هتدخلي الاي في روم غير لما تقلعي الدبله وتعيدي تاني كل الهاند هايجين وتبداي تكملي الخطوات بتاعتك. خلاص فلقينا في غلطه يبقى على طول لازم تاخد corrective action. ما ينفعش طب خلاص بقى انا خليها تخلص التحضيره دي ولما تطلع لي بقى هبقى اكلمها للمره الجايه، لا خلاص شفت حاجه غلط يبقى لازم تاخد اكشن على طول. كور كومبتنسز ده بقى الاديشنال، في اديشنال ادفانسد كومبتنسز ديتكتيتد باي دي تاسك اساين سبيسيفيك برودكتس بروسيجر ستيريليتي تيستينج. يعني دي مفروض حاجات زياده اديشنال، بمعنى انا المستشفى عندي والله انا عندي الاوتوميتد كومباوندينج ديفايس، خلاص الناس لازم تاخد تريننج عليه ولازم اتاكد ان الناس كومبتنت وبتعرف تستعمله. طب انا ما عنديش اصلا اوتوميتد كومباوندينج ديفايس، هل يا ترى لازم ادي الناس عليه تريننج او اعرفهم عنه اصلا؟ لا ما عنديش خلاص. تمام، انا دلوقتي بحضر كيمو مثلا يبقى لازم ادي الناس تريننج على الكلوزد سيستم. طب انا المستشفى اصلا ما فيش عندي في الـ في الـ في الجولز بتاعتي او من السيرفيسز بتاعتي ما فيش اي سيرفيس لكيموثيرابي، هجيب فسيل وكلوزد سيستم واديهم عليه تريننج؟ لا طبعا، ليه اضيع الريسورسز بتاعتي؟ تمام، المفروض ده اديشنال، يعني ده ما بيجيش عليه سؤال في الامتحان. بس تبقوا فاهمين لو جالك اختيار كده، يعني ان الاديشنال او الادفانسد ده حاجات هي اوبشنال على حسب. زي مثلا الاستريليتي تيستينج بروسيجرز، مش كل الناس بتعمل استريليتي تيستينج بروسيجر. احنا في السعوديه انا عندي في المستشفى عمري ما عملته حقيقي، فهل يا ترى المستشفى مضطر تدربني عليه وتعرفني؟ لا ما انا ما عنديش اصلا. خلاص الفلتر انتجريتي تيستينج، في ناس خلاص انا الموضوع الفلتر عندي ده بستعمله مره واحده وخلاص بتخلص منه، انا مش محتاجه كل شويه اقعد اعمل له الانتجريتي تيستينج ده. خلاص فتبقى عارفين لو جالك سؤال في الامتحان ايه المهم اللي لازم كل ستاف ياخد عليه تريننج، اللي هو احنا اتكلمنا عنه الحاجات اللي هنا دي. خلاص خلاص اللي هو الجاربنج، هاند هايجين، المينتنس، الكاليبريشن، الحاجات دي. تمام، لكن لما يبدا يخش بقى يقول لك ستيريليتي تيستينج، فلتر انتجريتي تيستينج، هازارد كلوز ذا سيستم، يبقى على حسب. يعني لو هو بيشرح لك الكيس خلاص وفي الكيس دي قاعد يشرح لك ان المستشفى ومستشفى فتحناها جديده ولسه ما طبقناش فيها كيموثيرابي وما عندناش اي هازارد كومباوندنج، ويجي جاي لك في الامتحان يقول لك الاديشنال تريننج اللي هو كود جيفت وذا ستاف، ويروح حاطط لك مثلا الهاند هايجين الجاربنج، وطبعا هيشرح لك مثلا ان المستشفى شغاله عندها اوتوميتد كومباوندنج ديفايس بيحضر تي بي ان مثلا، يعني ويروح حاطط لك الاوتوميتد كومباوندنج ديفايس ويحط لك الكلوزد سيستم. يبقى الاديشنال بالنسبه لي ايه؟ الكلوزد سيستم، لان انا ما بحضرش كيمو، لكن انا عندي لو اوتوميتد كومباوندنج ديفايس عندي في المستشفى وبحضر بيه التي بي ان، يبقى في الحاله دي ما بقاش اديشنال. فانتوا تبقوا صحيين لو كيس على حسب الكيس بيشرح ايه نفهم منه هو عايز يقول ايه. طب ما فيش كيس ولا حاجه وسؤال دايركت ومباشر، وايه ان الاختيارات الجايه ده ممكن يكون اديشنال كور كومبتنسز، وتلاقي الاختيارات مثلا زي ما قلت لكم كده مثلا فيها كاليبريشن ومينتنس الاني اكويبمنت يوز، نلاقي فيها هاند هايجين، نلاقي فيها جاربنج، ونلاقي اوتوميتد كومباوندنج ديفايس اي سي دي اس، هيبقى هو ده الاختيار بتاعي. خلاص فانا عايزاكم تبقوا مصحصحين له كده. فبيقول لنا الادفانسد كومبتنسز انتروديوست انيشيالي اور افتر ان انتروداكتوري بيريود، اوكي يعني ممكن تبقى بعد من 3 ل 6 شهور. طيب الاونجوينج بقى، احنا خلاص اتفقنا الانيشيال واتفقنا عليه وده مهم بالنسبه لي، خلاص المفروض عندي بقى اونجوينج. فبيقول انيوال ريتنج تيستينج، المفروض طبعا برضو الكلام ده على فكره احنا خدناه قبل كده.
فالمفروض انا دلوقتي خلاص جيت في اول سنه، انا اتعينت مثلا في المستشفى في شهر 1/2020 تمام، خدت الانيشال تريننج بتاعي ونجحت وتمام وزي الفل، خلاص بقى ينسوني في الاي في روم؟ لا، ده كل يوم في ابديت، ده كل يوم عندي جديد، ده كل يوم انا نفسي وانا شغاله في الاي في روم انا نفسي بطنش حاجات، وممكن الاقي طرق كده تحايل على الموضوع عشان اخلص نفسي وبسرعه. انا ازاي بقى كاي في روم سوبرفايزر كراجل مسؤول ابقى متاكد من ده؟ لا، انا بعد لك الانيوال ريتن تيستينج كل سنه، انا كل 6 شهور every 6 months evaluation demonstration of skills بخليك تعيد الميديا فيلم، وبعمل لك دايركت اوبزرفيشن للهاند هايجين والجاربنج، وكولكت الفينجر تيب سامبل من الايدين الاثنين تمام. المفروض الفينجر تيب زي ما اتفقنا بناخد العينه جوه الايزو كلاس 5 وافتر الجاربنج وافتر الميديا فيلم بريبريشن، يعني عايزك تشتغل بايديك خلاص، عشان انت خلاص انت بقيت راجل بقى خبره وشغال تمام، فانت هتشتغل وهتحضر لي العينه بتاعت الميديا فيل، وبعد كده هاخد من ايديك السامبل، مش زي في الانيشيال باخدها على طول بعد ما بتروح لابس. انت شفت الفرق ده؟ ها هنا ال الانيشيال، شايفين بيقول لك الانيشيال جلافد فينجر تيب سامبل لبوث هاندز افتر فول هاند هايجين اند جاربنج بروسيدجرز. واخدين بالكم النقطه دي؟ الانيشيال امتى عملنا الفينجر تيب تيست فيها؟ رد عليا حد يفتح المايك يقول لي بس انه ياكد عليا انه فاهم الفرق ده. خلاص ها، لكن الانجوينج لا، الانجوينج مش بتتاخد بعد الهاند هايجين والجاربنج، ده انت لازم تحضر لي العينه بتاعت الميديا فيل اللي هي بعد 6 شهور اللي انا هاخدها واعمل لها تيست، وبعدين تديني السامبل بتاعت ايديك في الاجار عشان اتاكد ان انت طول ما انت كنت شغال كنت بتمنتين ايدك تفضل نظيفه، الجلافز تفضل استرايل، ما تقعدش تلمس وشك وتدخل تكمل التحضيره مثلا على سبيل المثال تمام. عشان كده في الانجوينج كان مسموح انه انت ممكن تطلع عندك 3 كولونيز فور توتال بوث هاند، لكن كانت في الانيشيال لازم تطلع زيرو لانك انت ما لمستش اي حاجه، انت ستيرايل لسه. لا انا مش همشي من غير ما حد ياكد لي يا جماعه ان انتوا فهمتوا الحته دي، لان دي ممكن وقعه تجيكوا في الامتحان وتقعوا فيها. تمام زي الفل. افتر اني بوز ان كومباوندنج فور اوف 6 مانثس اور مور، لو في حد عندي كان شغال في الاي في روم تمام، وبعدين مثلا طلع برنامج ريزيدنسي او وات ايفر وتوقف عن شغل الاي في ما مارسش بايديه 6 شهور او اكتر، لازم بنعيد له تاني الانجوينج تريننج ده. الجلافد فينجر تيب سامبلينج تاتش كونتامينيشن از ذا موست لايكلي سورس اوف كونتامينيشن، خلاص اننا نلمس بايدينا اي حاجه كونتامينيتد وبعد كده نروح بايدينا نكمل تحضير، ده هو السورس الاساسي للكونتامينيشن في الكومباوندنج بتاعي. الجلافد فينجر تيب سامبلينج ايفالويتس ذا كومباوندنج بيرسونيل كومبتنسي ان كوركتلي بيرفورمينج هاند هايجين اند جاربنج فور انيشال سامبلينج، ايتش سامبل از بيرفورمد از ا سيبريت فول هاند هايجين اند جاربنج بروسيدجر، انسبكت بليدز فور باكج انتجريتي اند do not use if the package integrity is compromised if gross is present plates are expired، يعني لو جابوا لك البليت عندها اي كونديشن من ده في الحاله دي مش هنستعملها، after going or at the end of the compounding procedures as indicated don't disinfect gloves before the test or touching the plates determine whether action level is exceeded and follow up accordingly count the total colonies forming unit for both hands. الصوره دي احنا شفناها قبل كده، دي صوره لعينه اتسحبت، هنا ادي الليفت هاند وهنا الرايت هاند، وبيقول لنا colony indicates contamination on the right ring finger، خلاص colonies indicates contamination on left index finger original drawing is flipped، هو بيقول لك خلي بالك ان الرسمه مقلوبه، ان هي مقلوبه بالنسبه لك يعني، فهو عايز يقول لك ان الجروس ظاهر عندك اهو تمام في الليفت هاند خلاص. فطبعا دول اكتر بكتير من 3 كولوني، فالمفروض لو في واحد يعمل التيست ده فهو خلاص للاسف فايل يعني.
الميديا فيل تيستنج برضو اتكلمنا عنها قبل كده، هنعيد الكلام بسرعة. يوز اكروس ميديوم ان بليس اوف اكتيف دراج incorporates the conditions, activities and manipulation that could adversely affect the sterility of the preparation must duplicate the actual compounding procedure. الحتة دي معناها ايه؟ معناها ان انت اصلا بتديني الميديا فيل دي من تحضيرة حقيقية مفروض بتحضرها، يعني المفروض انت داخل تحضر تي بي ان للمريض ايه رقم ملف 1 2 3 تمام، فانت بتحضر عينتين، بتحضر تي بي ان للمريض الاصلي هيتصرف له مفيش مشكله عشان ما نوقفش شغلنا، وبس بالدوبليكيتد العينه الثانيه بتديهاني عشان ابدا اعمل لها جروس واشوف في كونتامينيشن ولا مفيش. انكلود وورست كيس كونديشنز ساتش از ماكسيمم ورك لودز اند ديوريشن اوف كومباوند. هو بيقول لك احنا لازم نحطك تحت ضغط، اصعب حاجه ممكن تحصل هو ده الوقت اللي انا لازم اخد منك العينه بتاعه الميديا فيل فيه، ما جيلكش في يوم انت قاعد مرتاح ومروق وعندك تي بي ان واحد فباشا بقى بتحضر براحتك، لا انا هجيلك في يوم وانت عندك 25 تي بي ان والتكنيشن غايبه وانت قاعد لوحدك اللي شغال في الاي في روم وشايل كل الشغل ده على دماغك تمام، عشان اتاكد ان في اصعب الاحوال انت لسه بتمنتين الاستريليتي بتاعه التحضير. If testing accurately simulates the sterile compounding process, it demonstrates that the process controls and operators' aseptic compounding skills are adequate to protect the preparation from contamination. Initial competency evaluation must occur and be read as no gross before compounding sterile preparation. Directly observe or record media fill procedure, document assessment of aseptic technique and feedback provided, document results, growth or no growth following incubation period, في 6 months evaluation, directly observe or record media fill procedure, document assessment of aseptic technique and feedback provided, document results, growth or no growth following the incubation period. بنكمل كلامنا. For sterile to sterile compounding use، لو انا الميديا فيل بتاعتي بدء من sterile وبحضر كل حاجاتي كانت sterile، sterile fluid microbial culture medium in place of all solutions the same transfer mechanism syringe او البامب، use the same final container parenteral nutrition volume must fit in the incubator. يعني ما تروحش تحضر الانكوبيتر بتاعك ما بياخدش غير 200 ملي وتروح تيجي عامل لك تيست في 1000 ملي تي بي ان باج مثلا. لو بقى عندي واحده من الكومبوننت نان استرايل، يعني انا بحضر من نان استرايل تو استرايل كومباوندنج، في الحاله دي بستعمل النان استرايل صويا بين كازين دايجست باودر تو ريبليس الباودرز تو ميك ا 3% سوليوشن. Follow all the steps on the master formulation compounding record. Label the sample with identifiers, date and procedure performed. Incubate for minimum 14 days and look for visible turbidity. Purchase the pre-prepared microbial growth media, soybean casein digest, available in liquid and powder forms. Verify the medium will promote the growth. Certificates of analysis. تمام دي برضو بتبقى ليها يعني. In house prepared gross media must demonstrate and document gross promotion capacity. USB 71 ده للاستريليتي تيست. Consider purchase assembled media fill kits. يعني دي المعلومات العامة للميديا فيل تيست، انا عايزاكم تبقوا عارفينها تمام، لانه ممكن في الامتحان يجي يقول لك كل الخطوات اللي جاية دي بتنطبق على الميديا فيل اكسبت، فهيروح مديلك حاجه مش من ولا حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها دي خلاص. وتشوفنا النوعيه دي من الاسئله على الميديا فيل لما اخدناها قبل كده. الريكواليفيكيشن بقى افتر فيلير الريميدي بتاعي، يعني لو انا عملت كل الخطوات دي تمام وعندي حد فشل، يعني التكنيشن طلعت بعد ما عملنا الفينجر تيب تيست طلعت اكتر من 3 كولوني، او حتى لو كان في الانيشال طلعت اكتر من زيرو يعني طلعت واحده او حاجه، والميديا فيل مثلا ظهر فيها جروس او حاجه، فالمفروض بنعمل immediate requalification required if failure on تمام. Written test, visual hand hygiene observation, visual garbing and gloving observation, visual aseptic technique observation, gloved fingertip sample test, media fill test تمام. البرسونيل
طبعا المفروض بنعمل كمان الروت كوز ايدنتيفيكيشن، يعني المفروض بنعرف ايه السبب ليه هو فشل في الاختبار. اوبزرف الستاف تكنيك، ممكن تكون المشكله في التكنيك بتاعه. نيو برودكت او بوليسي، يعني ممكن في حاجه جديده اتطبقت هم مش اورينتد بيها، او انت رحت عملت بيرشيز لبرودكت جديد هم مش متعودين عليه، او هو اللي سبب لك الخلل. يعني انتروداكشن اوف الترنيت كونتامينيشن فروم تيستينج اتسلف، زي ما قلت لكم مرات بيبقى اصلا كل حاجه تمام بس التست نفسه هو كان السبب في المشكله. خلاص personnel who fail testing or observation, additional training by competent compounding personnel, boss three successive re-evaluation in the deficient area before they can resume compounding of sterile preparation. يعني لو الترينر بتاعك ده سقط في الريتن تيست هيعيده 3 مرات عشان تتأكد انه سقط في الهاند هايجين observation، لازم يعيدها قدامك 3 مرات عشان تتأكد انه هو خلاص فعلا بقى صح، ان هو ما نجحش المره اللي بعد كده باي تشانس، يعني مش بالصدفه. خلاص personnel who haven't compounded sterile preparation in more than 6 months must be requalified زي ما اتفقنا. provide continuous coaching and feedback training best practice. هنا بيكلمكم بقى على البيست براكتس للتريننج بروجرام بتاعنا، فبيقول لنا frequent review revision of training material based on revised guidelines, feedback from newly trained and senior compounding staff, supervisor staff or trainer, additional training or advanced compounding certificate program for staff supervising compounding sterile preparation competency program. يعني ان شاء الله بعد ما تاخدوا البورد في الاي في روم خلاص انتم مؤهلين ان انتم تبقوا اي في supervisor يعني، وتبقوا ترينر وتدوا تريننج للستاف التاني وتعملوا لهم ايفالويشن وتديهم شهادات كمان. انترنال هوم جرون تريننج بروجرام فيرسس فيندر كومباوندنج تريننج بروجرام. طبعا بنقارن انا البرنامج اللي انا عملته كرييشن عندي، ولو في شركه متخصصه بتعمل تريننج في الموضوع اشوف نفسي فين منهم، عندهم حاجه زياده ازودها، ممكن تلاقي نفسك انت كمان افضل منهم يعني، لان انت اللي ايدك في الموضوع اكتر، هما بس ناس بتدي تريننج لكن انت اللي شغال، انت ممكن اصلا تديفولب تكنيك وبست براكتسز معينه بسبب بحكم انك شغال وبتشوف الاخطاء وبتشوف المخاطر اللي الناس بتتعرض لها واللي التحضيرات بتتعرض لها، فانت ممكن اصلا تديفولب بروجرام احسن منهم وتبقى انت البست براكتس، يروحوا ياخدوك انت بنش مارك يعني. فبعد كده بنتكلم على تريننج بست براكتس للسوبرفايزرز، ensuring competency of personnel in non-hazardous and hazardous compounding, ensuring environmental control of the clean room and hazardous drug bath, responsibility to report potentially hazardous situation. يعني ايه potentially hazardous situation؟ حد عارف يعني ايه الحته دي؟ حد قبل كده ملا incident report وشاف الكاتيجوريز اللي موجوده في الانسيدنت ريبورت او عمل ميديكيشن ايرور ريبورتنج وقرا الكاتيجوريز، ما فاتتش عليكم بوتنشال هازارد سيتويشن دي؟ لا يا دكتور. طيب يعني ايه بوتنشال هازارد سيتويشن؟ يعني مثلا انا دلوقتي شفت زميلي تمام وهو قاعد شغال في الاي في روم مثلا جوه تمام، وبعدين لما جاء مثلا بيفك النيد المفروض يرميها في الشرب كونتينر تمام، هو ما رماهاش في الشرب كونتينر، هو رماها في الكونتينر العادي مثلا يعني على فرض. خلاص المفروض السيتويشن ده بوتنشالي هازارد سيتويشن، لانه ممكن لما يجي الهاوس كيبر يلم من الباسكت العاديه وهو بقى مش عارف ان جواه شرب كونتينر، انت تعرض الهاوس كيبر ده لهازارد سيتويشن، ايده ممكن تتجرح، ولو انت التحضيره اللي هو سواء بقى كانت كيمو مثلا وهو رماها في حاجه زي كده، فانت فعلا بتعرضه لخطر كبير، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش، يعني في احتماليه ان هو يحصل او ما يحصلش. فبوتنشالي هازارد سيتويشن او على سبيل حاجه تانية، انت معدي على عامل النظافه بيمسح الارضيه تمام بميه وسوب ومش حاطط العلامه بتاعت اللي هو خلي بالك دي ويت اريا فممكن تتزحلق. خلاص ده اسمه potential hazard situation، انت ممكن تعمل عنه ريبورت، لانه ممكن يجي مريض ومن طبعا المرضى واحنا دايما بنخاف عليهم من خطر السقوط اللي هو حاجات اللي بتسبب الفول، ان احنا بنمنع الفول، تقول انه لا العامل ده كان مفروض يحط العلامه، هو فعليا ما حدش وقع بس في احتمال ان يحصل hazard situation، فدي فكره الهازارد situation. طبعا البوتنشال هازارد situation دي عندنا في الاي في روم كتير، حدث ولا حرج،
زي الصيدلانيه اللي كانت داخله تحضر وهي ما قلعتش الدبله. هي لبست الجلافز فوقها وتمام وداخله تحضر، بس ده غلط، ده هازارد سيتويشن. تمام، لاي سبب يتقطع الجلافز والدبله بتاعتها مش تحتها نظيف وتسبب لي كونتامينيشن، صح؟ داخله ومش قافله الجلاف الجاون بتاعها كويس وداخله تحضر هازارد. هو مش ممكن انه الجاون وهو مفتوح كده يدلق عليها حاجه وتحط نفسها في خطر، ده برضه بوتنشال هازارد سيتويشن. فمفروض انت كسوبرفايزر بتبقى عارف الكلام ده، ومفروض بنعمل عنه ريبورت. برضه خليكوا عارفين احنا مش بنشتكي الناس، يعني انا مش بعمل الريبورت علشان ان انا عايزه اضر حد او بشتكي حد. احنا اتفقنا انه في السيفتي كالتشر في الهوسبيتالز المفروض احنا نون بلامينج، انت بتجيبها وبتتكلم معاها زي ما انا عملت كده بالظبط، ده غلط، مفروض ما نحط ما ندخلش الاي في روم من غير ما نبقى قالعين كل الجوريز بتاعتنا. تمام، وهي سمعت الكلام وكله تمام وراحت طبقت الحاجه، انا بس بعمل عنه ريبورت علشان اعلم الناس الجايه. احنا المفروض بعد كده بناخد الحاجات دي ونعمل بيها ستاتستكس ونعرف الكاتيجوريز بتاعتها، مين اللي كان هازارد سيتويشن، مين اللي لا ده نير مس يعني خطا دوائي او خطا في الاي في روم لحقته قبل ما يوصل للبيشنت، ولا ايه هو مثلا اللي خلاص بقى فعلا سنتينال ايفنت لا قدر الله انه وصل تي بي ان متحضر غلط ولا قدر الله المريض مات فده سنتينال ايفنت. احنا بنعمل ستاتستكس والمفروض بنعرضها للناس عشان دي جود ليسونز الناس تتعلم منها. تمام.